درجاتكم؟ جاهزين جاهزين باذن الله في اتم الاستعداد للمباريات الثلاث وليس المباراه الواحده. ان شاء الله نظهر بالصوره اللي تليق في المنتخب السعودي باذن الله. تلعبوا ضد ما نلعب؟ انا ارجع واقول لك احنا بنلعب ضد منتخب الارجنتين وليس لاعب واحد، 11 ضد 11، وعدنا ان شاء الله يوم الثلاثاء باذن الله. كان تأكيد يعني الجماهير السعودية تحب الكرة وتعشق الكرة، وهذا ما تعودناه في أجيال سابقة، وإن شاء الله أن نطلع أن نحقق لهم ما يتمنون، ويعني أن نقول يا رب أن الله يوفقنا إن شاء الله في مباريات. أتوقع أن الحمد لله ما في إصابات ذيك القوية، يعني حتى اللعيبة اللي موجودين الرياض صراحة كان ممكن حيرجع خلال يومين، فإن شاء الله ما في تأثير بإذن الله.